وللحديث أكثر عن تزايد الفساد الحكومي في العراق وتفاقم الأزمات على كل الصعد، لاسيما الاقتصادية والمعيشية، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الصحفي العراقي أوس المختار. أوس، بداية أهلا بك. في تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع في العراق جاء أن الوضع الاقتصادي الهش في العراق أدى إلى زيادة نسبة الفقر. باعتقادكم وحسب متابعتكم ورصدكم، ما الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في معدلات الفقر في العراق؟ مساء الخير. الحقيقة منذ 2003 إلى حد الآن العراق يمر من حالة سيئة إلى الأسوأ. منذ 2003 إلى حد الآن الحكومات المتعاقبة التي سيطرت على العراق همها الأول والأخير هو الحفاظ على السلطة ونهب أكبر قدر ممكن من المال العام العراقي. لم يقوموا بأي مشروع استثماري، وعلى العكس جميع المعامل التي كانت تنتج في العراق قبل 2003 تم تفصيخها وتهريبها خارج العراق وخصوصا إلى إيران. العراق الذي كان قبل 2003 يقترب من حالة الاكتفاء الذاتي الزراعي قاموا بعملية ممنهجة لتدمير القطاع الزراعي. جميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية أصبحوا الآن عاطلين عن العمل. العراق الآن، المواطن العراقي، الشاب العراقي الذي يتخرج من الجامعة، المهندس الذي يريد أن يبحث عن فرصة عمل كان سابقا يذهب إلى أحد تلك المعامل التي كانت توظف عشرات الآلاف من الشباب العراقي، الآن لا يجد فرصة عمل. المواطن العراقي البسيط الذي كان يفلح أرضه ويحاول أن يزرع ويجد قوته اليومي من خلال الزراعة، أصبحت البضاعة الإيرانية والمنتجات الزراعية الإيرانية تغرق السوق من خلال الفساد السياسي العراقي الذي سمح للبضائع الإيرانية والبضائع الأجنبية أن تغزو الأسواق بدون ضرائب من أجل مصلحة عليا إيرانية على حساب مصلحة الشعب العراقي. نعم. أوس، هناك مصدر حكومي قال إن وزارة المالية أوقفت إرسال تمويل وزارات ومؤسسات الدولة الخاصة برواتب الموظفين. إذا كان السبب هو انخفاض أسعار النفط كما يشاع، فمن أين تأتي رواتب عناصر الميليشيات والقوى الأمنية؟ الحقيقة أعتقد أن منع الرواتب عن عموم الموظفين لم يشمل الميليشيات، لا زالت الميليشيات تستلم رواتبها. في السابق كانت الميليشيات تأخذ رواتبها من خزينة الدولة بالإضافة إلى نسبة استقطاع رواتب الموظف. مصادر للميليشيات تعد منها تهريب النفط إلى إيران، السيطرة على الحدودية وإخفاقات تهريب وغسل الأموال. كل الأعمال الإجرامية التي تقوم بها العصابات تقوم بها الميليشيات من أجل الحصول على. فالعراق الآن هو عبارة عن دولة ميليشيات ليست دولة قانون. حتى نتوقع مستقبل القريب أن يتم تخفيض رواتب أو حتى قطع رواتب الشرطة والجيش العراقي أجل تمويل هذه الميليشيات. هذه الميليشيات هو العنصر الأول والأخير الذي يحافظ على الحكومة السياسية العراقية الفاسدة. هو الذراع العسكري الضارب يضرب الشباب العراقي الباحث فرصة عمل، الباحث عن حياة محترم في بلد. الكاظمي في برنامجه الحكومي كما تعلم وعد بتغيير شامل في الأوضاع وخاصة الاقتصادية. هل تجد أي تغيير يمكن التذكير به بعد تولي الكاظمي لرئاسة الحكومة الحالية؟ هل حدث تغيير ما؟ تفضل أوس. الحقيقة لم أجد أي عمل على أرض الواقع يشير إلى أن الكاظمي قد قام بعملية تنظيف للمنظومة السياسية والاقتصادية بالعراق. على العكس، سمعت أن رئيس الوزراء عبد المهدي شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. خرجت هذا المجلس بتقرير يتحدث عن أكثر من 360 مليار دولار هدر أموال الدولة العراقية من خلال 10,000 عقد ذهب إلى متنفذين في الحكومة. سمعت أن الكاظم اتصل بهذه الأحزاب وعرض عليه إعادة من هذه الأموال المسروقة مقابل إعطائهم
حصانة من أي ملاحقة قانونية مستقبلا. نعم. أعتقد هذا هو الإنجاز الوحيد أو لا يعتبر إنجاز أو المحاولة الوحيدة للسيد الكاظم في القضاء على الفساد، وإلى حد الآن لم يأتي بنتيجة. يعني يحاول. نعم. سؤالي الأخير إليك أوس، ثورة تشرين وكما تعلم خرجت بالأساس مدفوعة بمحاربة الفساد والكاظمي ومن سبقه في رئاسات الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال، أطلقوا وعودا بمحاربة الفساد كما تعلم، لكن لماذا لم يجد الشارع العراقي نتيجة في هذا الملف الأكثر طلبا من الناحية الشعبية؟ لا أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لإحداث تغيير من داخل هذه المنظومة الفاسدة، هذه المنظومة المبنية على أساس عصفة طائفية وبالمال. لو حتى أي عملية إصلاح ستنهار مباشرة. لذلك المضاد الحقيقي لهذه المنظومة السياسية هي عملية إجراء إصلاحات. لذلك على الشباب السائر يستمر بمطالبه السلمية والغير سلمية في إسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة. شكرا. عبر الهاتف كنت معنا من فيينا الصحفي العراقي أوس المختار، شكرا جزيلا لك.